عبد الله الرجيم. بسم الله الرحيم. معكم أخوكم حمزة الحسن، موالي 67، مدينة تارودانت، راقي. كان نمارس هذا الرقية الشرعية منذ 88، يعني 30 سنة ديال الخبرة. فبالنسبة للرقية الشرعية بين الوهم، أو الرقية بين الوهم والحقيقة، هذا هو السؤال المطروح. أخي، كلها شرك، الرقية شرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس برقية ما لم يكن فيها شرك، لا بأس برقية ما لم يكن فيها شرك. فإذن هذه هي الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي الرقية اللي كيرقي الإنسان بها ما فيها شرك. وهذا الطب يا أخي الآن الموجود في العالم، طب التفاعل أقول، شي البديل من الطب التفاعلي، الطب التخصصي، لغير ذلك هذا الأمر. ما كاين شي في واحد في العالم، ما كاين، أجمعت الأمة كلها، كلها، لا الغرب ولا الشرق، أنه ما كاينش واحد يقول راه الطب بدعة أو لا في شرك. إذن الرقية، رقيت فلان بمعنى ألجأته إلى الله، فك المشكل. الحمد لله، عندما تنقول شكون اللي كيداوي، لا، الرسول صلى يقول: اللهم رب الناس، هذه دعاء وفيها وهي رقية، اللهم رب الناس أذهب بأسه واشفيه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لغد. لما هو متداول الآن هو أن الناس كل واحد فين دليل الله رزقه. بعض الشباب ما لقوش مساكن فين يخدموا، ما كاين، يتاجرون بهذه الحرفة وغير علمية عندهم بالقرآن. وأكثر من هذا أنهم تمسوا العقائد ديال الناس، لأن محيط تتمشي عند الراقي الفلان، ياك كتمشي عند الراقي الفلان وتيقول لك راه تلبي فلان، وكتلقى عنده جمهور كيجيو 40 50 واحد كل قناة، علاش؟ لأن الراقي فلان عطاه الله شي حاجة، هذا راه شرك. ومحيط تمشي عند الطبيب، ما عمرنا تنسمعوا راه الطبيب تلبي واخا يعطيك الفانيد ويعطيك الدواء، ماشي مشكل. ولكن تمشي عند الرقي، اكيد انه كتقول داك الرقي هو التلبية، وكتنتشر هادشي بين عامه الناس عند السداج مساكن ودوك اللي كيبغاو الباسيس ديال الشفاء ديال المشاكل ديالهم. هذا من جهه تاليه. من جهه ثانيه، ان حتى المسؤولين يعني ما عاتينش الرعايه لهذا الامر، هذا اللي جعلهم انهم الناس في المجتمع ديالنا كثير ما يسمى بواحد النوع ديال الشباب ما كاين ما يدير، وكاين ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه، ازمات نفسيه، هذه كلها داخله في الامراض النفسيه، لان الامراض النفسيه فيها ما هو اقتصادي اجتماعي سياسي. اريد ان اوضح ان هذه الامور كلها اللي كتوقع عند الناس وكيمرضوا لا علاقه لها بالسحر ولا علاقه لها بالمس الشيطاني. المباشر اقول عندما باش نميز، لان الشيطان هو اصل كل شيء، المعاصي اصل كل شيء، لهذا الشيء هو الشيطان اصلا. ولكن الشيطان ماذا قال الله عز وجل؟ وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوا الا فريق من المؤمنين. مجرد ظن، غير ظن، فينا شي حاجه كيقولوا تلاقيت العصا مع الغنم، او اللي كيقولوا العصا مع الحمد لله. نعم، بمعنى ما كاينش، نعم، هذا السحر ماشي بالمفهوم للمتداول الان عند عامه الناس، ولا اقول غير الناس البسطاء، حتى الناس الكبار المثقفون، احيانا الوزراء والرؤساء عندهم هذا الفكر، هذا على ان الساحر كيسخر الجين في هذه العمليه ديال السحر، وهذا باطل، لا دليل عليه، ولا ما كاين حتى شي واحد في العالم اللي غادي يسخر الجين. لا يمكن، لا يمكن نهائيا لبني ادم كيف ما كان الحال ديالو ولو كان حتى نبيا ان يسخر الجن لمصلحته، الا نبي واحد الذي هو سيدنا سليمان، أعطى الله هذا الكمال وأعطى الله هذه النعمة ووهبه له إياه وسخر له الجن والريح إلى غير ذلك. ومن يزعم يا أخي أنه كيسخر الجن لهذه الأمور، فهذا كاذب وكذاب أشير، يلدغ الحواس ديال الناس وتيكذب عليهم من أجل الأمال فقط. نعم. ثم أيضا حتى بعض العلماء كبار من أمثال ابن تيمية، أحمد بن حنبل، أشاروا إشارة على أن الشياطين
الإنس كينزلوا عليهم يعني شياطين الجين وكيوريهم كيف يتعاملوا بالسحر وكذا وكيشرطوا عليهم شي شروط وكيديروها السحارة كمثلا التبول على المصحف أو قتل الطفل الصغير إلى غير ذلك من الجرائم الموبقات على أساس أنه يتسن أن الشيطان يخدم معه يعني هذا من الشروط وهذا هذا هذا أيضا باطل لأن ليس هناك تواصل بين الجن والإنس نهائيا هناك إيحاءات يوحي بعضهم إلى بعض الشياطين كيوحي لبعضهم والجن كذا وكيوحي بعضهم لبعض هذا الكلام اللي قلتي أن الشياطين تيخدموا تيتبولوا على المصحف وليديروا شي الإنس كيتبولوا على المصحف ويديروا شي جرائم نكرة من أجل باش يخدم الشيطان اللي هو ديال الجن مصالح ديالهم في هذا الباب ديال السحر ويقضيوا لهم مآرب ديالهم هذا لا يمكن إلا كيف يعقل يا أخي كيف يعقل أن تبولتي على المصحف ودرتي الموبقات وبيتي عنك الشيطان وانت أصبحت شيطانا ليش غادي عنك الشيطان أنت أصبحت شيطانا وأعظم من ذلك الشيطان هذاك الشيطان إبليس بهم قاع ما دار هذه الفعلة يعني قال لي الله ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على القناة صحيفة 24 وكيف ما تنساوش